السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم حبايبي طلاب جريد فور، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أخدنا مع بعضنا في مادة الساينس لسون 2، أخدنا بارت 1، أخدنا الجزء الأول من Types of Adaptation. يا رب أكون قدرت في الفيديو الأول أو في البارت 1 إن أقدر أوصل لكم ولو جزء صغير من المعلومات تكونوا فهمتوا. تعالوا بينا بقى نفتكر أخدنا إيه. أخدنا إن إحنا عندنا two types of adaptation، واحد اسمه structural adaptation والتاني اسمه behavioral adaptation. قلنا إن ال structural adaptation ده بيتكلم عن part of body، عن جزء من أجزاء الجسم، أما قلنا ال behavior فهو عندي بيتكلم عن جزء من ال change أو ال behavior، التغير في السلوك. يبقى ال structural بتكلم عن change، تغير في part، جزء من الجسم، أما ال behavior adaptation فأنا بتكلم عن سلوك ال animal أو ال human أو البلاد. طب أخدنا إيه كمان؟ أخدنا الفينيك فوكس وتعرفنا عن حاجات كتير وعشنا معاه فيديو كامل. كمان أخدنا الأركتيك فوكس وقلنا إن الأركتيك فوكس بيغير لونه في السمر وفي الوينتر. هنزل لكم رابط الفيديو دلوقتي، هينزل لك على الشاشة في حرف الآي. ياريت اللي محضرش الفيديو أو بارت 1 في لسن 2 يحضر. النهاردة بقى هنشوف صديقنا البول شارك. بول شارك يعني الدب القطبي. بول شارك يعني القرش أو ثور القرش. القرش أو بول شارك، سمكة الشارك القرش، لازم أعرف منها كذا حاجة. أول حاجة هعرف الهابيتات. هابيتات قلنا يعني إيه هابيتات؟ يعني مكان السكن. هي بتسكن فين؟ ده هي بتسكن عندها بيتين. إيه البيتين دول؟ بتسكن في مكان اسمه فريش ووتر. فريش ووتر يعني المية العذبة اللي زي النهر النيل اللي عندنا في مصر. كمان هي بتسكن في مكان تاني اللي هو ايه؟ السولت ووتر. يبقى عندي البول شارك، هنتفرج عليها دلوقتي ونشوفها ونشوف جمال البول شارك شكله ازاي، بيتعيش فين او الهابيتات بتاعها. قولوا معايا فريش ووتر، فريش ووتر اند سولت ووتر. كده عرفنا فين مكانها. هنتعرف على البيهيفير بتاعها او ازاي هي قادرة تعيش في المكانين بتوعها اللي هي الفريش ووتر والسولت ووتر. قال لي لازم تعرف الاستراكشرال بتاعها والبيهيفير. مس استراكشرال يعني انت حضرتك هتتكلمي عن بارتس من جسمها. بالظبط، انا هتكلم عن جزء من جسمها. اول حاجة قال لي اكس بودي is adapted to survive in fresh water. جسمها بيقدر يعيش او يتأقلم او يعمل adapt grade 4 في الفريش ووتر، المية العذبة. قال لي where no other sharks live in fresh water. ياه، ده انا ما عنديش ولا شارك تاني بيعيش في الفريش ووتر. صحيح، الا البول شارك. يبقى لما يجي سؤال في الامتحان does بول شارك live in fresh water؟ It's right. Yes. البول شارك بيعيش في الفريش ووتر and salt water. بس ما عنديش no another shark. ما عنديش أي شارك تاني live in fresh water. كلهم live in salt. Except ما عدا البول شارك. قال لي كمان لذلك it has less competition. قولوا معايا competition. competition grade 4 يعني منافسة. منافسة مس منافسة زي اللي أنا بعملها مع صديقي لما هو يجاوب سؤال وأنا أجاوب سؤال. بالظبط كده. إذا مس طب هما هيجاوبوا هيعملوا competition منافسة على إجابة الأسئلة؟ لا طبعا. أمال إيه؟ هما هيعملوا competition على البراي، الفرايز، على الأسماك الصغنطوطة اللي هما هياكلوها. قال لي علشان كده مفيش competition منافسة to find food. علشان كده هو لما بيعيش أو live in fresh water
بيستمتع، بيبقى enjoy كل السمول فيش اللي موجودة في الووتر دي، هو بياكلها لوحده. ليه؟ علشان البول شارك الوحيد او اليونيك اللي بيعيش في الفريش ووتر. يا رب تكون وصلت لكم. قال لي كمان في الاستراكشرال بتاعه it uses a camouflage. قلنا مع بعض يلا بينا camouflage. ايه هي camouflage؟ قلنا ده هي يمس عبارة عن انه يعمل استغمية او يلعب خلاويص مع البراي بتاعته. بالضبط كده. طب هو لونه ايه؟ اللي عنده خاصية مميزة جدا great for. ايه هي؟ اللي عنده حاجة اسمها ايه؟ counter shading. اسمها ايه great for؟ counter shading. ايه counter shading دي يا مس؟ اللي هو عنده dark back. يعني ايه dark back؟ يعني المؤخرة بتاعته او ظهره لونه dark. and white belly. belly بطنه من تحت لونها white، يبقى هو من فوق dark وفي البلي بتاعته فهو وايت. قال لي الخاصية دي بتعمل معاه حاجة اسمها counter shading. طب ودي بتميزه بإيه أو بتخليه إيه؟ قال لي ده بتخليه قادر يعمل سنيك. قلنا سنيك يعني يقدر يستخبى. سنيك أب يعني يقدر يستخبى أو يقدر يتسلل on prey ويقدر ياكلها ويهاجمها. كمان عندي it has sharp teeth. أسنانه قوية جدا جدا. ليه يا مس؟ قال لي to cut علشان يقدر يقطع its prey flesh، يقطع الفريسة بتاعته لأجزاء صغيرة. يبقى الاستراكشرال بتاعة البول شارك أول حاجة البادي بتاعه بيقدر يعمل adapt with fresh water and salt water. And number two it is has أو it is uses a camouflage. مالها الكاموفلاج وليه بيقدر يستعملها؟ قال لي عشان عنده بروبرتيز او كاركترستيك خاصيه مميزه بتسمى الكاونتر شيدنج. طب ودي مالها؟ قال لي علشان الدارك بتاعه الدارك باك عنده ظهر من لونه دارك والبلي بتاعته او بطنه لونها وايت. يلا بينا نتفرج عليه. بعد ما شفنا البول شارك واتفرجنا عليه وشفناه ازاي بياكل السمكة، تعالوا بقى نشوف ايه البيهيفيرال بتاعه. بيهيفيرال قلنا يعني انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم كده عن السلوك بتاعه. قال it eats different types of foods. هو بياكل اكل مختلف وانواع مختلفة من الاكل. as it lives in both fresh water and salt water. طبعا كلكم عارفين جريد 4 ان الفريش ووتر عندها اسماك خاصه بيها والسولت ووتر عندها اسماك خاصه بيها. فطبعا البول شارك بيقدر يعيش في الاثنين، فبيقدر ياكل الاسماك اللي بتعيش في الفريش ووتر وكمان الفيش اللي بتعيش في السولت ووتر. قال لي ات هانت، هو بيقدر يصطاد during the day and night. يا مس بيقدر يصطاد بالليل وبالنهار؟ عنده خاصية بتخليه يقدر يصطاد في النهار أو بالليل day and night. so it can surprise its prey. علشان كده هو بيعمل surprise، بيفاجئ الفريسة بتاعته وبيلتهمها. ده مين ده؟ صديقنا البول شارك. طب تعالوا نشوف. قال لي أنا عامل لي هنا المعاصر، بيقول لي ده البول شارك، ده البول شارك، ودول بقى مين؟ وعندي سمكة أو براي فوق وفي سمكة تحت، فوقيه واحدة وتحتيه واحدة. اللي فوقيه دي بيقول لي إيه؟ when an animal، آدي البلي اللي هي white بلي، وده الدارك باك. قال لي when an animal swim above فوق in the ocean it may not see the pole shark. هتشوف ايه؟ هتشوف حاجة لونها black،
تشوف حاجة لونها ايه؟ black. in the shadow do its dark back. مش هتشوف، هتعمل لها كأنها ايه؟ shadow. طب ولو هي عملت swim او عامل تحتيه underneath the bull shark قال لي and looking up وبصت لفوق the bull shark may blend هيتخلط in the with the bright light في ضوء شمس جاي من فوق على البول شارك فكأنه بيلمع bright of the sun due its white belly بسبب بطنه اللي لونها أبيض هي هتعتبر إن الوايت بلي ده كأنها اللايت of the sun ومش هتعرف إن فوقيها إيه البول شارك وهو كده هيقدر ياكل السمكة اللي فوقيه والسمكة اللي تحت. طب إيه الكلمات المهمة اللي أنا لازم أحفظها؟ اللي انت لازم تحفظ بول شارك، لازم تحفظ فريش ووتر وسولت ووتر، شارب تيث، كاونتر شيدنج، وبيلي وشادو، وكفاية عليك كده. طب يلا كمان نعمل تشيك. اللي رايت از ساينتفك تيرم. It is a change in the body structure of a living organism to help it survive. في تغيير بيحدث في الستركشر في التركيب بتاع الليفينج اورجانيزم علشان يساعده to survive. ايه ده بالظبط؟ ده structural adaptation. ده ايه grade 4؟ ده structural adaptation. number 2 it is a change in the behavior. behavior يبقى هيبقى على طول وانا مغمض ده behavioral adaptation. number I'll use the following structural and behavioral adaptation of the following animal to complete the table below. Hunt in day and night. Hunt in day and night grade 4. دي تبع مين؟ دي تبع يمس البول شارك. برافو عليكم. طب كمان يلا واحدة تاني. هل هي structural adaptation ولا behavioral adaptation؟ يا مس انا ما اتكلمتش عن اي حاجه تخص البول شارك في جسمه يبقى دي ايه؟ برافو، دي بيهيفيرال ادابتيشن. يبقى دي ايه جريد 4؟ دي بيهيفيرال ادابتيشن. يبقى هنكتبها هنا هانت ان داي اند نايت. طب يلا نشوف اللي بعدها. تان كالرد كود. tan colored coat عنده لون tan. هل الفينيك فوكس ولا الاركتيك فوكس؟ لا طبعا ده الفينيك فوكس. طب مس هل هو structural ولا behavioral؟ طبعا structural. ليه يا مس؟ عشان انا بتكلم عن جزء من جسمه. طب البانتينج اللي ده موجود فين؟ ده موجود يا مس برضو في الفينيك فوكس. بيعمل بيه ايه؟ كول، بيبرد جسمه. وده يا مس انا ما بتكلمش عن حاجه في جسمه فده يعتبر behavior. number sharp teeth انا كده يا مس بتكلم عن اسنان. انا كده بتكلم عن مين؟ عن اسنان. وده يا مس البول شارك وبيعمل بيها ايه اسنانه؟ تير، بيقطع منها بيها ايه؟ البراي، الفريسه. طب يلا بينا نكمل. short ears and legs. short ears and legs اللي عنده رجلينه صغيره والودان بتاعته صغيره طبعا الاركتيك فوكس. طب هي structural ولا behavioral؟ طبعا يا مس انا بتكلم عن اجزاء من جسمه هتبقى ايه؟ هتبقى structural. طب big ears. big ears يا مس اللي ودانه طويله هو الفينيك فوكس. ليه؟ قلنا to be cool علشان يبرد بيها بجسمه. طب can live in fresh water طبعا ده البول شارك. camouflage by season بيقدر يعمل تخفي في كل الفصول. مين ده؟ ده الاركتيك فوكس يا مس اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا بيغير لونه. بيغير ايه؟ لونه. طب يلا كمان الكاونتر شيدنج. مين اللي بيعمل كاونتر شيدنج؟ طبعا البول شارك علشان عنده بيلي وايت، وايت بيلي اند دارك باك. يلا بينا نكمل جريد 4.
آه بقى حبيبتنا البانثر كاميليون، أنا عايزة أوريكم الأول البانثر كاميليون وبعد كده نيجي نشوف إيه. بيقول لي lizards are from reptiles. الليزردز السحالي هي نوع من انواع الريبتلز. ريبتلز يعني الزواحف. ريبتلز يعني ايه جريد فور؟ الزواحف. قال لي that are an ancient type. هي نوع قديم جدا من الانيمال. found all over the world in different environment. هو موجود في كل البيئات من زمان خالص وفي انواع مختلفه. قال لي البادز اوف ريبتلز، البادز بتاعت الزواحف زي الليزرد are covered with scales، وانتوا شفتوا في الفيديو السكيلز بتاعت البانثر كاميليون such as start agma lizard، زي اللي موجود في الستارت agma lizard اللي احنا اخدناها في lesson 1 and panther chameleon. يبقى لما يجي يقول لك في الامتحان lizard from ribitals، result from ribitals هي من الزواحف، البانثر كاميليون ايضا من الريبتلز من الزواحف. قال الادابتيشن اوف بانثر كاميليون تو سيرفايف، ازاي هي بتقدر تعيش في البيئه بتاعتها؟ اول حاجه لازم تعرف الهابيتات بتاعها، هي موجوده في التروبيكال رين فورست. يبقى اول حاجه تعرفها في الكاميليون انها موجوده في فورست رين فورست، يعني الغابه بتاعتها ممطره جدا. قال لي الكاميليون has brightly، الله لونها جميل جدا، brightly يعني لامع، لونها بيلمع، colored scales، scales يعني حراشف، to help it make camouflage، علشان بيساعدها انها تعمل camouflage وتستخبى، and hide وتستخبى between green leaves and colorful flower، وبتقدر تستخبى في الجرين ليفز الاوراق الشجر الخضراء والازهار الملونة. قال لي الكاميليون eyes عينيها can face opposite directions، بتقدر تحرك عينيها يا أولاد، وإحنا شفناها إزاي بتحركهم في الاتجاه المعاكس where each eye can move independently، مثل كلمة كبيرة مش هنحفظها، independently independently يعني مستقلين، يعني أنت ما بتقدرش تحرك غير عين واحدة. حاول كده وأنت قاعد بتسمعني تحرك العينين في اتجاهات مختلفة، طبعا لا مش هتقدر، هتقدر تحركهم هما الاتنين في اتجاه واحد. اما الكاميليون بتقدر تحرك العين دي في ناحية والعين التانية في ناحية تانية او دايركشن او اتجاه تاني. قال where each eye can move independently from the other، so لذلك القدرة دي خلت عندها ايه؟ قال لي القدرة دي خلت عندها حاجة one eye can search، عين من عينيها بتقدر تبحث عن الفود، search يعني بتبحث عن الفود like insects هي بتاكل الانسكتس الحشرات while the other، اما العين التانية looks out for dangers بتخاف من الخطر in a different direction فبتحركها في جميع الاتجاهات. يبقى عندها عين search food والanother eye بتعمل looks out danger، هي خايفة من ال بريديتور او الانيمز اللي عايزين ياكلوها فبتحاول تستخبى منهم. قال لي كمان الكاميليون عندها حاجه مميزه جدا في الاستراكشرال ادابتيشن، قال لي it has long في شيب، في شيب يعني رجليها على شكل حرف V letter V، بصوا على حرف 7 او حرف V
letters V. ليه يا أولاد الفيت بتاعها على شكل ال V؟ قال لي and tail like hand، والتيل بتاعها على شبه اليد. بصوا عامل ازاي؟ قال لي to hold عشان تمسك the branches of a tree، علشان تقدر تمسك الأشجار أو فروع الأشجار، وعلشان تقدر تاكل الانسكتس. يبقى الاستراكشرال بتاعها الكاميليون، الاي بتاعتها او العينين بتاعتها الايز كان موف ان اوبزيت دايركشن. كمان الكاميليون هاز في شيبد اند لونج تيل لايك هاند، والذيل بتاعها على شكل هاند. اما البيهيفيرال فقال لي هي بتعمل بيهيفيرال واحد، ايه؟ قال لي لما تكون خايفة بتنفخ نفسها. قال لي when chameleon find danger it doesn't have teeth، هي ما عندهاش أسنان، or claws أو مخالب for defense علشان تدافع، but it has one last trick، عندها خدعة كده خطيرة. قال لي to scare علشان تخوف its enemies أو attackers. enemies يعني الأعداء، predators يعني الأعداء، attackers يعني المهاجمين ليها. where it appears at first at flow، هي بتعمل ايه؟ قال لي اول حاجة it puffs up، هي بتنفخ its body with air، بتنفخ نفسها زي البالون. طب لما نفخت نفسها اكيد هتبان انها كبيرة، زي ما يكون عندك بالونة وانت بتنفخها فالبالونة ايه؟ بتكبر. هي برضو بتعمل puffs up يعني بتنفخ نفسها. قال لي it open its mouth wide، بتفتح بقها واسع جدا، تقول لك احترس انا جاية اكلك. قال لي كمان it change color of its skin، يا شفتوها وهي على النظارة بتغير لونها؟ قال لي بالظبط. يبقى هي بتعمل 3 steps، 3 حاجات بتعملهم ورا بعض لما بتشعر بالدينجر بالخطر. قال لي it puffs its body with air، it open its mouth wide، it change the color of its skin. طب تعالوا نشوف الكلمات اللي انت مفروض نحفظها. قال لي لازم اكون عارف lizard، reptiles زواحف، panther chameleon لازم اعرف، rainforest لازم اعرف، scare يعني خايفة، puffs up كلمة لازم اكون عارفها، attackers و predators و enemies و clouds كمان ممكن تيجي. قال لي give reason the panther chameleon can hunt، تقدر تصطاد its prey and avoid becoming a prey at the same time، تقدر تصطاد وتقدر تحمي نفسها من الأعداء. قال لي ليه؟ because it can search for food with one eye، تقدر تبحث عن الأكل بعين واحدة، while its other eye looks out for danger، والتانية تبحث عن الدنجر وتستخبى. طب يلا نعمل تشيك للحاجات اللي احنا فاهمينها. عندي types of adaptation، اكتب S لو انت هي structural، واكتب B لو هي behavioral. قال لي bright color scales، scales يعني حاجة موجودة في جسمها، يبقى ده structural. طب بتستفاد منه ايه؟ قال لي بتعمل camouflage، بتستخبى وبتلعب خلاص. طب V shaped like feet، قال لي رجليها عاملة حرف ال V، ده برضو structural لأننا اتكلمت عن رجليها، بتعمل balance أو بتقدر تعمل تتحرك أو بتقدر تثبت نفسها، fix itself on branches green، eyes move in different direction، برضو يا مست اتكلمت عن حاجة في جسمها، بتعمل hunt، puffs up its body، لا كده يا مست احنا ما اتكلمناش عن جسمها، فتبقى ايه؟ behavioral. changing color بتغير لونها، برضو تبع البيهيفيرال علشان تعمل ديفنس، بتدافع عن نفسها. وبكده جريد 4 نكون خلصنا لسون 2. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل مع بعضنا exercise on لسون 2. باي باي، مع السلامة.